يا دكتور، أنا طالب عندي مشكلة في مثلا نحفظ في كلمة ننساها. تحفظ في الكلمة وتنساها. بالضبط. إيه يعني يعني؟ عايز نديك كده نصايح سريعة ولا عايز ايه بالظبط؟ فهمني، احنا لو والله تكلمنا في هذا الأمر هنخش كده في بحر كبير جدا. يعني ما تعمقش كتير بقى، يعني ما تفهم، خلينا اديك كده شوية حاجات بسيطة. انت عندك أسئلة كتير الأول ولا سؤال واتنين تلاتة؟ لا عندي أسئلة كتير. خلاص، ما دام عندك أسئلة كتير خلينا نديك إجابات سريعة كده، نديك في الزتونة زي ما بيقول. بص، لما نيجي نتكلم عن مشكلة الذاكرة والتذكر والحفظ والفهم والاستيعاب بالنسبة لطالب، لابد إن احنا نتكلم عن حاجة اسمها الدهون الأحادية عديمة التشبع. لما نيجي نتكلم في الدهون الأحادية عديمة التشبع، يعني هنتكلم عن الأوميجا 3. الأوميجا 3 دي موجودة فين؟ موجودة في الأسماك بشكل كبير، زي وخصوصا في التونة والماكريل. التونة والماكريل يعتبر من ضمن المصادر الطبيعية والجميلة، يعني بنصح بيهم كل الطلبة اللي في مرحلة الدراسة وبيعانون مشاكل في الفهم والذاكرة، على طول فكر في الأوميجا 3. وما تفكر في الأوميجا 3، فكر في السمك بشكل مباشر. وما تيجي تفكر في السمك بشكل مباشر، فكر في التونة والسلمون. تمام. بقى غير السمك، في بقى غير السمك برضو بعض الحاجات اللي فيها الأوميجا 3 أو الأحماض الدهنية الغير مشبعة، زي الجوز واللوز والفستق والمكسرات بشكل عام. برضو نقدر نقول إن من ضمن الحاجات برضو الفعالة اللي فيها النسب من الأوميجا 3 اللي إحنا نقدر نستطيع إن إحنا نستخدمها للذاكرة والتذكر والحفظ والاستيعاب والفهم. وأهم من ده كله شوية طبعا دعاء المذاكرة قبل البدء: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وألسنتنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. حاجة بسيطة هي عندنا في الدين بتاعنا الجميل نقدر نقولها قبل البتاع وبكل ثقة من الله عز وجل، والله عز وجل سيعطيك ما تريد. يعني ها، عايز إيه تاني؟ قول. نبي نسألك على مثلا مضادات الحيوية، يعني عادي تاخدها من غير وصفة ولا ضروري بوصفة؟ بصوا يا جماعة، لما نيجي نتكلم عن المضادات الحيوية لازم نقول إن دي يعتبر من ضمن الحاجات الرئيسية اللي هي تكتب في حالة الضرورة، وأي طبيب بيكتب المضادات الحيوية، مع الأسف بنشوف ناس كتيرة جدا، أطباء كتيرة جدا بيكتبوا المضادات الحيوية في كل الروشتات اللي طالعة من عندهم. ليه يكتب المضاد الحيوي من هنا؟ علشان الراجل ياخد المضاد الحيوي ويروح يستريح في نفس الوقت، فيقول ده دكتور شاطر. لكن هو الموضوع مش كده، الموضوع ان هو يستطيع المضاد الحيوي ان هو يحل المشكله بشكل اسرع وان انت تتسرع بشكل اسرع، لكن في المقابل الجهاز المناعي بتاعنا بيتدمر. علشان كده يا جماعه المضادات الحيويه، ما تروح الصيدليه ويطلع لك مضاد حيوي، او يعني قبل ما تروح لاي طبيب تاكد من الطبيب اللي انت رايح له. علشان يعني مع الاسف دلوقتي بقى في يعني في مهنه الطب حاليا، يعني تستطيع ان تقول ان في المهنيه مش عادت موجوده زي الاول. تاكد من الطبيب اللي انت رايح له، ما تاخدش اي مضاد حيوي الا بوصفه طبيه يكون حد موثوق. تاني حاجه خليني اقول لكم على بعض، او اقول لك على بعض الحاجات نقدر نقول عليها اللي هي مضادات حيويه طبيعيه نستطيع ان نستخدمها. نتكلم عن افضل الحاجات، المضادات الحيويه الطبيعيه، في ثلاث حاجات على راسهم نقدر نقول: الثوم والبصل والكركمين. ثلاث حاجات دول: الثوم والبصل والكركمين. ما نيجي نتكلم، في ناس بالنسبه للثوم والبصل ما بتسترسلش الثوم: يا دكتور انا مش هقدر اخد الثوم، انا عندي القولون العصبي، الثوم والبصل بيعملوا لي انتفاخات، بيزودوا لي الغازات في جوه الجسم امساك شديد، يعني يشوف لي حل غير الثوم والبصل. نتكلم عن الكركم. الكركم يا جماعه في ماده اسمها الكركمين، وفي حتى ادويه في الصيدليات، مكملات غذائيه في الصيدليات يعني فيها الماده الفعاله اللي هي الكركمين. فاحنا دلوقتي لو بنتكلم عن مضاد حيوي طبيعي، نتكلم عن الكركمين، يعتبر من ضمن المضادات الحيويه الطبيعيه اللي نقدر نستخدمها بشكل فعال وامنه تماما. ارجع بس لطبيبك علشان يقول لك الجرعه لو انت تاخدها كمكمل غذائي موجود في الصيدليه. وبناكد ابعد عن اي مضاد حيوي يعني بدون وصفه طبيه، ارجع لدكتوره
لو كتب لك المضاد الحيوي دي بيبقى في الحالات الشديده، وبرضه خليك حريص لو ما ت... لو المضاد الحيوي مش هتاخده وتصبر شويه بدل المرض مثلا ما يقعد، كده كده المرض هياخد دوره معينه معاك. مش لازم يعني السرعه، عايزين نقوي الجهاز المناعي، عايزين نسمح للجسم بتاعنا ان هو يحارب المرض، لكن انت ما بتدخل حاجه من بره تحارب المرض والمرض يتحل، فالجهاز المناعي بعد كده او الجيش الجبار اللي ربنا خلقه لنا خلاص بقى بيكسل، مش هيشتغل بنفس الفاعليه. ان لو الشخص ساب جسمه يتعامل مع المرض، الجسم اليه ذاتيه الشفاء يا جماعه، فحته نترك الجهاز المناعي يعمل يعمل في البدايه، وفي الحالات القصوى نستطيع من خلال الوصفة الطبية بتاعت الدكتور بتاعك ممكن يكون فيه مضاد حيوي. تمام. يبقى هي مثلا كتم الصداع. مثلا الصداع. يعني أي واحد توجيه صداع يمشي طول ياخذ بنادول. بنادول. معروف. قصدي في حاجة بديلة ليه مثلا؟ بصوا يا جماعة، أنا سؤال جميل جدا، أنا بس ناس كتيرة جدا مفكرة إن الصداع هو ناقص مثلا إن أنا أروح آخد المسكن اللي هو مثلا البنادول أو أي آخد مسكن بروفين أو أي حاجة موجودة في الصيدليات وهو ده الحل. يا جماعة ما نيجي نتكلم عن الصداع لابد أن نبحث عن سبب الصداع في البداية. طب يا دكتور أحمد أسباب الصداع في البداية؟ أسباب الصداع كتيرة جدا، لكن لما نيجي نتكلم عن أسباب الصداع ممكن نتكلم إن ممكن مشاكل في الجيوب الأنفية تكون سبب للصداع اللي عندنا، فهل لابد أن نبحث هل هناك مشاكل في الجيوب الأنفية ولا لا؟ لو إحنا عندنا صداع نصفي، يعني إيه صداع نصفي؟ يعني جايب نص من الدماغ، ممكن الصداع النصفي يكون سبب في الصداع، فلابد أن نبحث برضه هل الصداع النصفي سبب في الصداع اللي عندنا ولا لا؟ تالت حاجة ممكن الإمساك بتاع البطن بتاعنا. البطن بتاعنا بتاعتنا ما يكون فيها امساك بتبقى دفعه قويه جدا لنا ان يحصل لنا ان احنا يحصل لنا صداع، فالصداع هو عرض وليس مرض، فهو عرض لمجموعه من الامراض، قد يكون نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم سبب في الصداع، قد يكون نقص فيتامين بي 12 في الجسم بسبب الصداع، قد يكون نقص بعض الفيتامينات في الجسم سبب في الصداع، قد يكون نتكلم عن الناس اللي عندها مشاكل في الاسنان، وجع الاسنان قد يكون سبب في الصداع، الناس اللي عندها شقيقه او عندها يعني عندها وجع في الاعصاب ممكن يكون برضه سبب الصداع، الناس اللي بتعاني من مشاكل في العظام المختلفه ممكن يكون الصداع ناتج من وجع العظام اللي موجود عندنا، فالصداع هو عرض لمجموعه من الامراض، لابد ان نبحث عن المرض في البدايه ونعالج هذا المرض علشان يزول العرض مع زوال المرض. تمام. لكن برضه عشان انا عارف ان ما جاوبتكش على السؤال بتاعك، البنادول هل هو حاجه نستخدمها؟ لا ما تستخدمهاش يا اخويا. هل هي امنه؟ يا عم ماشي هنقول لك امنه، مش بنختلف موضوع امنه ومش امنه، لكن دائما لما نيجي نتكلم في الادويه نحاول قدر الامكان. خلص. في بديل طبيعي للبنادول ولا ما فيش؟ هل هناك بديل طبيعي للبنادول؟ ممكن نقول كمسكنات طبيعيه مثلا، وليكن لو احنا عايزين نستخدم مسكنات طبيعيه، هناك مسكنات طبيعيه، ما هو البنادول ده ما هو ده مسكن، فاحنا عايزين مسكن طبيعي، ما نيجي نتكلم عن المسكنات الطبيعيه نتكلم مثلا عن اوراق الصفصاف، اوراق الصفصاف تعتبر من ضمن الحاجات الفعاله جميله والجميله جدا اللي ممكن تكون مسكنه للالم. ممكن نتكلم عن القرنفل. القرنفل جميل جدا برضه كمسكن، يعني تروح شارب لك كوبايه قرنفل برضه تعتبر من ضمن الحاجات الفعاله. يا جماعه لو انت عندك صداع ممكن يكون سبب رئيسي، ناس كتيره جدا بتقابلنا في الحياه يعني يكون سبب الصداع عندها نقص السوائل في الجسم، فنقص السوائل في الجسم زي الميه، الناس ما تعرفش يا جماعه، انا يعني بقى لي اكتر من 5 سنين بشكل مستمر بقول للناس حتى في التلفزيونات في الراديو في الاذاعه في كل مكان كنا بنطلع بشكل مستمر بقول لهم ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، اي حاجه بتحط ميه فيها ميه بتحط فيها حياه، يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فانت لو ما بتشربش كميات ميه كافيه من اليوم ما تلومش نفسك ان انت يجي لك صداع. برضه نسينا نقول سبب من ضمن الاسباب، نقص الصوديوم في الجسم يعتبر برضه ممكن يكون يسبب لنا صداع، وده بقى بيفسر لنا نقطه الناس اللي بتشرب بقى كميات ميه كبيره،
لما بنيجي نتكلم عن شرب الميه بنتكلم عن الاعتدال، بنتكلم عن 3 لتر ميه يوميا، حد اقصى 4 لتر ميه يوميا، لو بنبذل مجهود اكبر يبقى ممكن نشرب اكتر، لكن لابد ان نراعي النظام الغذائي معانا علشان ما يحصلناش نقص صوديوم في الجسم. نقص الصوديوم ممكن يعمل لنا مشاكل في الدماغ وجلطات، فاحنا بنتكلم عن الاعراض الخفيفه لنقص الصوديوم في الجسم، ممكن شويه صداع في البدايه، بعد كده الموضوع